لم يهدأ، لم يتعب ولا مل المجيء يوميا بنفس النشاط والعمل لساعات طوال، وهو يقوم بالتنظيف المستمر وحمل النفايات وجر العربات وتفريغها لأجل أن تبدو ساحة الاعتصام في الديوانية جميلة في كل شيء. هذا المسن الذي يقطع في كل يوم أكثر من 35 كيلومتر عن مركز المحافظة، وبالرغم من ضعف حالته المادية وعدم امتلاكه أحيانا لأجرة الوصول، إلا أنه يصر على تأدية دوره الذي يعتبره تمهيدا لحياة جميلة ينعم بها الجيل القادم. أنا هنا أنا للوطن من 6 الصبح أو 12 بالليل اللي من النفايات. الساحة بالنفايات خاطر الوطن. هاي الساحة ما المظاهرات ساحة. هاي الساحة مقدسة. تحس انه هذا الدور ثلاثة بالليل؟ اي دور ابقبي واوقع حتى للوحدة بالليل ما عنده مال. ليش؟ لكن يوم الاثنين بقي. ما اروح ما تعطيني ما اقدر. زين بغايب انت كبير بالعمر ماكو كبير بالعمر. عايش ما تشتغل تقوى. يعطوني يقدروني يعطوني. المواكب الغيرة كل المظاهرين كلها. زين انت وين؟ عفج. ايش قد المسافة من عفج؟ 30 كيلو. شلون تجي؟ النفر 1000 وربع. بالتاكسي الصغير 2000. أبو غايب كما يلقبه الناس أصبح واحدا من أهم الشخصيات الذين يعملون على تسييد لوحة التعاون بين الجميع من أجل إنجاح ثورة الشباب. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.